مرشد وينجح في صد كرة المواجهة.
يمر وهو كما قلت يعني متخلف في النتيجه بهدف مقابل صفر. عماد المنيوي امامهم والكره من تجنب العين صابر خليفه وامكانيه التهديف وتمر الكره. ثم اللي دخل الدفاع عن طريق فارس عويده اللي دخل منذ قليل. يعني الخطه كانت واضحه، خرج مهاجم زوير عطيه واقحم لاعب في التغطيه فارس عويده لايمانويل جوميز. ثم محاوله لربح الوقت افريقي عندما يتقدم للهجوم ويلعب الهجومات المعاكسه. ترجع الكرة مرة أخرى لترجي جرجيس، سبق الكرة أكثر من اللازم، لعب فارس عويدة لكن ترجع له 2-1، في حين كان يبحث يومها الترجي الجرجيسي عن إنهاء موسم استثنائي في الرابطة الأولى بطريقة جيدة، ولكن النادي الأفريقي فاز وتحصل على البطولة. جتش الكرة يكمل الهجوم ياسين الصالح لعويدة يسدد والحارس. كرة ممتاز من مختار فال. مختار فال والكره مازالت لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. كذلك المالي كوليبالي الجزائري الجناحي اللي اصيب كذلك. ثم نعرف الاصابات القديمه نتاع حمزه العقربي ظهير الايمن، اسامه الحدادي ظهير الايسر اللي عطاو برشا اضافه في الموسم الماضي على مستوى الاروقه. الشيخ العروس البرغوثي تعدى الكره قدم استغلال الكره العاليه ترجع الكره لابناء الجرجيس مرة أخرى. التمنيات بشكل عاجل مدرب مدير راشد والعودة السريعة. ممكن هذه حوصلة تقريبا ال 96 أو 97 دقيقة اللي مروا إلى حد الآن في أذن عمو مرادي لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. الانطلاق في عكس الهجوم لفارس عويد والكرة ياخذ الكرة ياخذ الكرة نافع على الجبال إلى سيف الجرب تقطع مانويل جوميز لرامي بوشنيب سريع من الجهه اليمنى. رامي بوشنيب يوصل الكره سليم بن بلقاسم. سليم بن بلقاسم مول التماس بوشنيب. رامي بوشنيب باش ينفذ التماس. سيف الدين بالعكرمي هو اللي باش ينفذ رمية التماس. تعود لفارس عويد. فارس عويد على ورقه المباراه مكتوب فارس عويد اكيد. ترجع من جهه سليم بن بلقاسم ضايع ياخذ الكرة فارس عويد طويلة وباهي التمرير من سيف الجرب لكن موجود فارس عويدة في ال يرجع الكرة لصالح الترجي الجرجيسي. فارس عويد فارس عويد إلى محمد بوزوميت. محمد بوزوميت فارس عويد الجرجيسي 2-1. سليم بن بلقاسم راحة هدف رائع. التمرير شهاب العون شهاب العون شهاب العون 1-2 ما تمرش. ترجع عكس هجوم لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. ياسين الصالح ياسين الصالح ياسين الصالح خطير الكوري.